كريمة. لا ما غاديش ينزل ديو ديو مع دوزي. بزاف ديال الصحافه اولوا وعواقب وما شنو داكشي. بالعكس هو توقف هذا الديو بتراضي من طرفين. اول حاجه لانه دوزي متخوف، عنده تردد من التعليق ديال الناس من اللي غادي يخرج على السيل ديالو اللي هو راي. اغنيه جدا رائعه. كذلك كان عنده اعتراض على الـ الـ على الارونجمون، هو اختار موزع وانا اخترت موزع اخر، فما اتفقناش شويه في هاد لي ديتاي. فوالا هذا هو السبب، وان شاء الله خسرنا على هاد الاغنيه وخسروا على بزاف ديال الاغاني ونبقاو في احسن صوره. وبالعكس انسان محترم صديق ديالي، ما بالعكس يعني شيء عادي. لا 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 بالعكس بالعكس، دوزي واحد صديق جدا محترم بينا كل ود والاحترام. الان كنتكلموا ما بينا حتى شي حاجه، غير هو في الديو هو متخوف شويه. كل فنان كيفاش، انا انسانه جريئه، انا انسانه ما تنخافش من ردود الفعل ديال الناس، وهذا هو هذا رايه، هذا شخصيته. هو انسان تيخاف من ردود فعل الناس، بغى يبقى في الراي ديالو الستيل ديالو. انا عندي واحد الستيل مختلف اللي هو خليجي مغربي هذا. وكذلك في نفس الوقت كان المشكل اللي هو ديال التوزيع الموسيقى، هو اختار ارونجور ما تنخدمش معاه انا، وانا اختاريت ارونجور واحد اخر. عادي الا ما كانش بنصيبنا هذا الديو ان شاء الله يكون اغنيه راي ان شاء الله، علاش لا، عادي يعني حاجه طبيعيه. كنتمنى لكم كل تالق وان شاء الله من حسن الاحسن، وكل الناس اللي كتشاهدنا كنقول لهم يا رب تكونوا دائما بامن وامان وصحه يا رب، وكنبغيهم بزاف، وسمعوا حصرياتنا دائما على فاطمه.